السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بامية، انما ايه، حاجة كده عسل عسل عسل. هوريكي ازاي بتعملي البامية اللي هي كأنها هي بامية طبعا ارديحي، ولكن هي هيطلع طعمها كأنها معمولة باللحمة الضاني، حاجة كده تحفة تحفة يا جماعة. أنا طبعا قليت جنبها شوية بتنجان، وكمان عملت شوية رز بشعرية. تعالي أوريكي أنا عملت إيه في الحلقة بتاعت النهاردة، وإزاي يطلع من إيديكي طاجن بامية زي العسل. يلا بينا. وأول حاجة هنبتدي بيها هي إيه؟ معايا بصلاية، البصلاية دي كده إيه متوسطة. معايا كام فص من الثوم، بتاع حوالي 5 فصوص من الثوم، ومعايا قرنين من الفلفل، دول حراقين، انت لو عايزه تحطي بارد حطي، انا بحبها تكون حراقه. معايا هنا 1/2 كيلو من الطماطم، خلاص. ومعايا هنا دي باميه متفرزه محطوطه في الفريزر، وكمان معايا دي ليا. انا بحب اعمل بالليا، انا الليا دي انا مسيحاها، فانا بحب اعمل البامية بتاعتي بالليا. يلا بينا بقى علشان خاطر نشوف هنعمل ايه. واول حاجة هجيب حلة علشان خاطر هشتغل فيها، انا هشتغل في الحلة الاول وبعد كده هننقل للطاجن. وبعدين جبت البصلاية وقطعتها، دي البصلاية المتوسطة، وبعدين هحط معلقة كبيرة من الليا، يعني دي ليا متسيحة، خلاص. هبتدي بقى احط، خلاص هبتدي ان انا احط كده الليا اللي احنا قلنا عليها، حطيت معلقة كبيرة، تمام. هنزل بقى بالبصلاية اللي احنا قطعناها مع بعض، وبعدين هقلبها. عقبال ما هي تتقلب معايا هروح اعصر الطماطم في الخلاط. وهبتدي بقى عشان اعصر الطماطم في الخلاط هعمل ايه، هبتدي اشيل الجزء اللي هو اللي في النص ده. ليه انا بشيله؟ علشان خاطر الجزء ده يا بنات بيبقى في المبيد، وفي ممكن تكون في حتة سودة زي دي كده شايفها، فانا بنضفها، يعني كده انا بنضفها. يعني حاولي ان انت تبصي في القوطة من جوه علشان خاطر ساعات بتبقى مسوسة، اهو زي ما انت اتأكدت كده ان ايه، ان ما فيهاش حاجة من جوه، تمام. قطعي بقى ايه، ما تستسهليش وان انت ترمي في الخلاط على طول، لا قطعي 4 ارباع كده وقطع صغيرة عشان خاطر تحافظي على الخلاط بتاعك ويفضل معاكي اكبر وقت ممكن ما يبص منك. حتى لو الطماطم بتاعتك صغيره قطعيها برضو ايه، تقطيعه ايه صغيره كده عشان تستفادي بيها. وبكده انا خلاص خلصت كميه الطماطم بتاعتي اللي هي 1/2 كيلو، قطعتها في الخلاط. هبتدي ان انا احط لها ايه بقى، احط لها شويه ميه كده علشان خاطر السكينه تحرك الطماطم في الشفشق بتاع الخلاط، خلاص كده. وهبتدي ان انا اقفل بقى عليه وهشغله، واتضربت معايا الطماطم خلاص في الخلاط. يلا بينا بقى علشان خاطر نشوف البصلايه اخبارها ايه دلوقتي. والبصلايه ابتدت ان هي ايه تصفر معايا زي ما انتم شايفين، صفرت معايا كويس اهو. هحط ايه بقى دلوقتي، هحط يعني ربع معلقة من الثوم المفروم، ادي كده ربع المعلقة هنزلها، وهبتدي ان انا اشوح ربع معلقة الثوم ديت. والبصلة خلاص هتبتدي ان هي ايه هتاخد لون حلو خلاص اهو. وهجهز الطماطم عشان انزلها، زي ما طبعا قلتلكم تملي بحب احط كده طبق جنب الحاجة اللي انا بقليها او بحمرها علشان خاطر ما تبوظليش البوتاجاز ولا تبوظلي الرخامة بتاعتي. واصفرت خلاص معايا اهو زي ما انتم شايفين، انا مش بحب احمرها قوي، اللون ده بالنسبة لي كويس جدا. هنزل بقى ايه بالطماطم اللي احنا عصرناها،
احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا احنا عصرنا نص كيلو من الطماطم، تعالوا يلا بينا بقى نشوف ايه التوابل اللي احنا هنحطها على الصلصة بتاعت البامية. ودلوقتي جبنا ايه؟ جبنا التوابل اللي هنحطها على صلصة البامية. معانا ايه بقى؟ معانا معلقة تعتبر مثلا ايه، معلقة صغيرة بس هي هتخليها هرمية. يعني ايه هرمية؟ يعني عاملة زي الهرم بالظبط، تمام. ومعايا معلقة صغيرة خالص من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة هرمية من البابريكا، ودي ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات، وده مكعب من مرقة الدجاج، وده حاجة اختياري انت حابة ان انت تحطيه براحتك، مش عايزة فهو مش حاجة اجباري. انا بحب احطه بيدي طعم حلو للاكل بتاعي. ومعايا كيس من الصلصة، الكيس اللي في الصلصة دوت يعتبر معياره حوالي معلقة ونص كبيرة من الصلصة. يلا بينا بقى نحطهم مع بعض. ودلوقتي هحط بقى التوابل بتاعتي، تمام. هفضي مكعب مرقة الدجاج اهو، واحط التوابل، وكمان هنزل بقى بكيس الصلصة. طبعا برضو الصلصة اختياري، بس انا يعني بحبها ان اكون حمرة جامد قوي، وكمان معلقة البابريكا ديت بتخليها حمرة جامد. هقلب بقى كل حاجة كده. وهسيبها تاخد غلوة واحدة علشان خاطر تتسبك. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ بالنسبة للثوم هقشره واقطعه قطع صغيرة، وبالنسبة للفلفل برضو هقطعه، بس غالبا ممكن هقطع قرن واحد بس علشان خاطر ما بقاش حراق جامد قوي. وقطعت الفلفل زي ما قلت لكم قطع صغيرة خالص، وقطعت كمان قطعتها مش دقيت التومة، لا قطعتها قطع صغيرة جدا خلاص. ودلوقتي ابتدت ان هي خلاص الصلصة غليت معايا اهو زي ما انتوا شايفين، شايفينها. هبتدي انزل بقى ايه البامية بتاعتي في الحل. ونزلت البامية، هسيبها بقى ايه تقلب ايه قلبتين كده، وهقول لك على طول هنعمل ايه. عقبال البامية تاخد لها غلوتين كده، وهنعمل مع بعض شوية رز بشعرية، وهنغسلهم بقى الاول كده مع بعض. ومعايا معلقة كبيرة من الزبدة البلدي، تقدري تحطي زيت، تحطي سمنة، تحطي زبدة بلدي، سمنة بلدي، متوفر عندك اشتغلي بيه وهيطلع من ايديكي زي العسل. يلا بقى نجيب حلة ونحطها على النار علشان خاطر نبتدي نعمل الرز بشعرية. ودلوقتي حطيت معلقة من الزيت، هنزل بقى بالمعلقة الكبيرة من الزبدة، شعرية. دول قد ايه؟ دول ربع كيلو من الشعرية. ابتدت بقى ايه الشعرية اهو ابتدت ان هي تلون شوية معايا. وده الرز بعد ما اتغسل واحنا صفيناه، هنبتدي ننزله بقى على ايه؟ هننزله على الشعرية اللي اتحمرت. هنبتدي ننزل الايه الرز، لان خلاص الشعرية انا مش عايزة احمرها اكتر من كده، لان لو اتحمرت اكتر من كده هيبقى بالنسبة لي هي اتحرقت. اللون ده بالنسبة لي حلو جدا جدا. انزل بقى بالرز بتاعي. وهقلب. فضل معايا 10 دقايق على النار عمالة اشوح فيه. ما تلاقيه بيطقطق معاكي كده، اعرفي ان هو خلاص اتشوح تشويحة كويسة. هنزل عليه بقى بمية سخنة،
يعني لما تنزلي ميه نزلي ميه سخنه مش ميه بارده علشان خاطر ما يعجنش معاكي. بعد ما حطيت الميه تحطي ميه قد ايه، الميه تكون مغطيه الرز زي ما انت شايفه كده. تعالي بقى اقولك على التوابل اللي انت هتحطها. والتوابل اللي احنا نحطها للرز هنحط شويه ملح، وهحط مكعب من مرقه الدجاج، وده برضو يا جماعه اختياري مش حاجه اجباري، لا اللي انت عايزاه حطيه. انا برتاح لمكعب مرقه الدجاج فهحط له على طول. هبتدي انزل اهو، وبعدين هقلب. ودلوقتي الرز خلاص اتشرب معايا، هوطي النار عليه وهقلبه تقليبه زي ما انتم شايفين كده، علشان خاطر انا ليه بقلب من فوق لتحت، علشان خاطر كله ياخد نفس التسوية. وهتوطي عليه النار كأنها النار دي زي الشمعة بالظبط. ودلوقتي بعد ما البامية اخدت معايا غلوتين حلوين، هعمل ايه بقى؟ هروح نازلة عليها بقرن الفلفل الاخضر الحراق اللي احنا قطعناه، وكمان هنزل بفصين الثوم اللي احنا برضو قطعناهم. ياخدوا معايا لفه بس كده، وهقول لك هنعمل ايه. جبت طاجن بقى زي ما انت شايفه اهو، وده بيبقى مخصص علشان خاطر يخش الافران. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هجيب الحله بتاعه الباميه وهحطها في الطاجن دلوقتي. وجبت الباميه زي ما اتفقت معاكم ان احنا هنعمل ايه. هنحط الباميه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها في الطاجن. وهندخلها الفرن. ودلوقتي خلاص حطيتها في الطاجن، وحطيت كم قطعة صغيرة كده من اللية دي علشان خاطر تديني ايحاء او انطباع ان انا بعمل البامية بلحمة ضاني، اللي هي طبعا هي اللي بتديها الطعم دوت. وانت لو جربتي برضو قطعة اللي هي للناس اللي ما بتحبهاش هتعجبك قوي قوي في البامية. هدخل بقى الطاجن في الفرن، وانا طبعا مشغلة الفرن بقالي دلوقتي تلت ساعة، هحطها بقى علشان خاطر تاخد وش. ولحد ما تطلع معايا بقى البامية من الفرن، تعالوا نعمل شوية بتنجان مخلل كده على الماشي علشان خاطر ناكلها جنب الرز والبامية. ومعايا نص كيلو من اللي هو البتنجان العروس اللي هو الاسود. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي نشيل الجزء اللي فوق دوت، نجيب بقى ايه طبق ونحط فيه الجزء اللي بيطلع، وبعدين بقى نشطفه كله مرة واحدة. شايفة انا بعمل ايه؟ بشيل الحتة دي الجزء اللي هو اللي فوق. ودلوقتي خلاص قطعته كله بالشكل ده، هشطفهم بقى ايه شطفة حلوة كده. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب بقى البتنجانة كده ومن الجنب، وهروح شرخيها كده يعني. طبعا انت لما بتجيبي البتنجان بتاعك هاتي البتنجانه اللي هي تكون طريه، يعني دوسي عليها كده تلاقيها طريه. ليه بقى؟ علشان خاطر بتبقى مسكره في الطعم. الناشفه دي بتكون مبزره يعني فيها بز، وكمان بتلاقيها ممرره مش بتلاقيها مسكره.
كده انا خلصت البتنجان كله، شرخته بالشكل ده. ليه انا بشرخه؟ بشرخه علشان خاطر ما يجي يتقلي في الزيت ما يفرقعش مني، ويبقى السوا بتاعه محصل من كل ايه، من كل اتجاه. يلا بينا علشان خاطر نقليه. هنجيب طاسة وهنحط فيها زيت وهنحطها على النار، وهنسيبها علشان خاطر تسخن كويس جدا علشان خاطر انزل البتنجان. هبتدي انزل بقى الايه البتنجانية واحدة واحدة كده. دلوقتي رحت اشوف الرز، لقيت الرز استوى معايا وطعمه حكاية، طعمه جميل جدا، فهطفي النار عليه. هبتدي اعمل الحشوة بتاعت البتنجان لحد ما البتنجان بتاعي يتقلي. هعمل ايه؟ معايا حوالي 5 قرون من الفلفل، ومعايا 1 فلفل اخضر، يبقى معايا نوعين من الفلفل الاحمر والاخضر، ومعايا حوالي 4 فصوص من الثوم او 5 على حسب رغبتك انت. حط الثوم، ممكن تحط فص او فصين لو مش بتحبي ريحة الثوم تكون ريحتها شديدة في البتنجان. والبتنجان الاحمر دوت لو انت خايفة ان هو يكون حراق استبدليه بالفلفل الرومي الاحمر. هضربهم كويس جدا مع بعض في الكبة او في الغون، وهرجع لكم تاني مع بعض. وهرستهم زي ما انتم شايفين كده. هحط ايه التوابل بقى؟ يبقى المكونات اللي هحطها عليها الملح والكمون والبابريكا، وكمان معايا ليمونتين ودلوقتي البتنجان خلاص اتقلى معايا زي ما انت شايفة كده. طالما فشر وفتح كده يعرفي ان هو ابتدى ان هو يستوى كويس. هطلعه بقى كده واصفيه وهنحشيه مع بعض. وطلعنا البتنجان اهو زي ما انت شايفة. هبتدي ان انا بقى ايه اعصر الليمون على الخلطة بتاعتي على طول، واحشيه وهو سخن، لان هو سخن التتبيلة بتبقى حلوة جدا، بتديها طعم حلو قوي غير لما انت تخليه وهو بارد. هحط بقى نقطة من الخل على الخلطة بتاعتي، وهقلب الخلطة كلها. عايز اقولك ان هي نار، بس احنا ما بنحبش ناكل البتنجان الا كده يعني. انت بقى استبدلي الفلفل الاحمر ده، استبدليه بان انت تحطي فلفل رومي احمر، وبرده شوية بابريكا كده هيقضوا الغرض ويبقى نفس الطعم يعني. بنفتح البتنجانة كده خلاص اهو، عشان طبعا هو سخن جدا. وبنروح جايبين بقى الحشوة بتاعتنا، ونروح مدخلينها. حاولي ان انتي تدخلي التتبيلة كلها من جوه، وبعدين نروح ضمة كده وناخد اللي بعده. نعمل كمان واحدة مع بعض. ليه انا بدوس عليها كده؟ علشان خاطر اللحم بتاع الباذنجان يتشرب من التتبيلة. واحدة كمان. وبكده اكون خلصت البتنجان بتاع القلية اللي احنا قليناه مع بعض، وحطيت بقى التتبيلة على الوش زي ما انتم شايفين، وغرفنا مع بعض طبق الرز يا ابو شعرية الجميل. وكمان طلعنا ادي الطواجن البامية، حاجة كده ريحتها جايبة اخر الدنيا. بس الوش بتاعه. لو عجبتك بقى الحلقة بتاعت النهاردة ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك بتاع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.